ونقرا عليها كلها ونتابع في كل وسائل الاعلام ونتصل باحبابي ويبلغوني والخطرات ما نقدرش نشوف لان دموعي تغلبوني. يا غد تغلبني دموعي لما نشوف انا كي شفت مبولحي مسكين كي جاي يقبض واحد الكوار وتشوف التراب التراب طايا من الوجه وهكا باقي نقول في قلبي مسكين هذا علاه وحط راسو على التراب على جا الجزائر الاعلام والله غير بكيت عليه اقسم بالله غير بكيت عليه كيف راجل قاع حط وجهو راسو على التراب علاه مسكين باش يحمي هاد الشباك هذه ماشي خيوطه محطوطه شباك هذه تاع بلد واسمه الجزائر تاع عالم يعني كيش مسكين هذاك الجهد اللي يبذلوه وهم يخدموا والله انا ابكي عليهم يعني والله ينصرهم ان شاء الله ان شاء الله حتى الدموع يعني نشوفوا باللي غلباتك اليوم شيخ شمس الدين انا نحب الجزائر متاثر كثير الجزائر ماشي دوله عظيمه الإعلامي في